ايوه والله العظيم ترى شغال هذا ديركت. انا وش اشكال اتكلم وجهي شنو احكي لهم ما ترفض صار مناش ولا لا شنو ترفض اجا معني حاجه تضحك صارت تذكر فاز انا في رامبول قمرت شنو هي حكايه رامبول قمرت بدي احكي فكر مرة فاز انا وجهي ما غير فخته مش معنا تقول ووجي وقتها ما زيك بدي كوفي وكلو معني بزير وقتها كرجع بدي ووجي وقتها ما عندوش فلوس قلت له انا خرجوا نعمل وقتها ولا سيس معني انا عندي الفلوس وكلو بعد ما هبطنا في قهوة معني عملنا خلينا كلينا وهبطنا جيو وكل جينا بشان نخلص نحل في التروس متين ما خدش فلوس ايه ايه كهو يخيط لها بزير وقتها معني يعرفوا ما قعدتوش تغسلوا في اللصحنا صيفة خالي عندك حاجة أخرى؟ عندي شيء رمبوين كبرت ذيك وش ينفعش رمبوين كبرت؟ خليها رمبوين كبرت مرة في خليها غادي خلي أحكي خلي مرة وقفونا في رمبوين كبرت أنا مغير ولاف الكهرباء هبطنا كملنا كعابي على ساقين خلينا الكهرباء ورجعنا على ساقين حتى لوين؟ حتى لا وين هو مستيقن صح؟ ليه هو هو شدوا معك في حمامات الأساقين مش عارف وانت غايف أنا قلت طرفه يمكن وجدي مرة طيب إن ملوخية وقت ما عندك فكرة جيت بنا على بنا والله طيب ملوخية والله مش شرمة منين زمنين تعال إيه صوت مش ملوخية إيه صوت